تعالوا نروح نشوف تقرير عن الزهور والورود اللي بتجمعها ستات مصر ونرجع تاني. الورد له في روايحه لغات تجمع بين النار والجنة. عندنا من أنواع الورد البلدي العادي والورد الكيني، وعندنا جرزانطم عادي وجرزانطم سنتيني، وعندنا سيبيداجو، وعندنا الومنيوم، وعندنا جبسفيل، وعندنا أستر، وعندنا سوداستر، وعندنا هيركم، وعندنا جلاد، وعندنا عصفور. جميع منتجات الزهور اللي بتخص الزهور القطف فقط لا غير، احنا ده مجالنا، ده شغلنا. كل الدول العربيه احنا بنصدر لها من هنا من المزرعه، وشغلنا على المحلات اللي هي في الزهور اللي في مصر. المنتجات عندنا مش انا بس اللي بزرع في عزبه الاهلي، لا، عزبه الاهلي كتير جدا بيزرع فيها زهور قطف. بنكمل بعض شغلنا مع بعض، بنكمل بعض في الشغل. يعني انا عندي منتج ناقص بكمله من جاري، وبكمل شغلي، هو عنده منتج ناقص بنكمله مع بعضنا. وبتتسمى بورصه الزهور عزبه الاهالي، بورصه زهور الورد. شغلنا كله متخصصين، كل مجال لوحده. يعني بتاع النباتات الزينه ده مجاله، بيتخصص لغه تعبيه في اثاري، زراعه حدائق، تزويق فيلل. اما دوري انا كانتاج زهور قطف، المحلات، الورود، الافراح، الحاجات اللي هي مختصه بشغلي. في ناس تانية بتعمل شغل اللي هي بتاخد شغل مني جمله وبتنزل توزع جمله، فناس كلها مكملين بعضنا في الشغلانه دي. احنا الصبح بنيجي الساعه 7 الصبح كل يوم، الناس بتنزل، كل واحد اللي بينقي ورد بينزل ينقي ورد، اللي بيسرطن في الورد بينزل يسرطن الورد. في ناس بتنقي جبسفيلا، في ناس بتنقي سيبيداجو، في ناس بتنقي حشيش في قلب الارض اللي هي النباتات الضاره اللي بتيجي في قلب الزراعه. وبنبدا كل واحد بمرحلته، في ناس بتعبي بعد المغرب، بنبدا نطلع الكراتين، في ناس متخصصه في التعبيه والفرز. احنا عايزين يعني نبقى احسن ونطور اكتر عشان نرجع للمركز بتاعنا او مركز رقم 3، بحيث ان احنا نبقى ايه، عندنا ثقافه علميه بموضوع الزهور اكتر من اللي احنا فيه. اجمل هديه اقدمها لبنات بلدي. زي ما شفنا بورصة زهور الورد على صوت محمد فوزي الجميل وأغانيه الجميلة، بنشكركم على يعني طبعا ده تحضير رائع للفقرة، متميزة جدا. وهبة عمالة تقول لي أنا جبت شتلات من بره مصر ما زرعتش، لأن طبعا كل حاجة ليها أرضها وجوها، فبتبقى أنجح. أكيد مش أنا اللي فاشلة، أكيد الشتلة هي اللي كانت فاشلة كده. أنا ما فشلش.